يواصل أو أقرت وزارة البترول خطة لزيادة ضخ كميات كبيرة من البنزين بأنواعه في السوق المحلية لتلبية احتياجات عيد الفطر وإجازة الصيف، خاصة مع زيادة الطلب المتوقعة. وتشمل الخطة عدة إجراءات لزيادة ضخ كميات البنزين والسولر والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن يصل معدل ضخ البنزين لنحو 25 مليون لتر يوميا بزيادة قدرها 20% عن المعدلات الطبيعية، فيما تقرر زيادة ضخ كميات السولر إلى 55 مليون لتر سولر بزيادة 10%.